اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا. شكرا جميع من اي بلد، ما تنسوش دعموا القناة، شاركوا ودعموا وفعلوا ذاك الجرس باش توصلوا بالجديد. نعم الجديد في هذه القناة، لان كل مرة كتخرج معلومات وخصكم تفاعلوا معها في اسرع ما يمكن، لان كاين بعض الاماكن بعض المرات كيكونوا اماكن محدودة. يعني الوغ من هذا السبب كنطلب منكم تفعلوا ذاك الجرس، اكتيفي لا كلوش سيل فو بلي. اليوم غادي نتكلم لكم موضوع مهم، وفيه كيف غادي تشوفوا كاينين واحد دي ميسيون دو روكيتمون، لجان تشغيل ولا ملتقى تشغيل، منتدى تشغيل بالعربيه، لي من جميع دول العالم، وفي واحد دوله اوروبيه، وكيهمنا حنا دول العالم. شنو المهم في هاد لجان تشغيل؟ كاينين جميع المهن، ولكن كيركزوا على مهن اكثر، منهم الصحه، منهم التعليم، رجال التعليم في جميع الميادين، ومنهم تكلمت عليه يوم في واحد الحلقة السابقة، السائقين الحرفيين ديال الشاحنات الكبرى، ميكانيك، سودور، ديسباتشور، يعني كيفاش نقولوا، اتصالات، العمليات، اتصالات، لوجيستيك، كيركزوا عليهم كثيرا، وغادي يعملوا لقاء تشغيل على قبل خاصة بهاد الفئة ديال هاد الناس هادو. تفهموا مزيان، عالمية، يعني ماشي كتخص دولة من دولة واحدة، كاين اللي تخص دولة واحدة الا وهي فرنسا، وكاينين دول العالم كلهم، مغرب عربي، الدول العربية، اوروبا، من اي مكان. الناس بزاف كنشوف التساؤلات ديالهم، كيقول لي انا عندي رخصة سياقة وعندي تجربة في هاد الميادين، كاين لي سودور، ميكانيسيان، لوجيستيك، اجون، تكنيسيان، جميع الاساسيه، معلم، بسيكو ايديكاتور، ايديكاتور تعليم، كيف كتعرفوا نتوما رجال التعليم راه متشعب، الثانوي، الجامعي، الابتدائي، يعني كاين التعليم، التعليم فيه انواع، كاين مربيات، جميع هاد الميادين. لقاء تشغيل في اكبر منطقه، ماشي ثاني، اول منطقه صناعيه بكيبك، الا وهي مدينه مونريال، تكلمنا عليها في واحد الحلقه وشجعتكم، كنقول لكم راه كاينين عقود، عملوا ملتقى تشغيل، ندخلوا للموضوع وشوفوا معايا الاجراءات، ونعطيكم حتى الاستماره باش تملؤوها مباشره. خاص يكون عندكم السي في على الطريقه الكنديه، ليتر دو بريزونطاسيون موتيفاسيون تكون عندكم على الطريقه الكنديه، اما بالفرنسيه او بالانجليزيه. الناس اللي معمروا ما عرفوا هذه الامور وتحقوا بالقناه في اول مره، مرحبا بكم، راجعوا القناه، راجعوا الحلقه السابقه، راه كاين نموذج كونسيبتور بالفرنسيه، يعني واحد الاليه كتخليتها في القناه، كتعمل لكم السيره المهنيه ولا ليتر دو بريزونطاسيون مجانا، كتدخل المعلومات ديالك وهي كتملا لك البيانات ديالك، وكتقدر اما تسوفغارديها في لوردي ديالك، ولا كتعملها في كلي يو اس بي، شوف انت فاش بغيت تعملها، ولا في اون كارت ميموار، في اي، وكترسلها، يعني كتولي عندك دائما. راجعوا القناه، ضروري هاد الشروط، اما الفرنسيه اما الانجليزيه، ومن اي بلد. شوفوا معايا الاجراءات والطرق باش تقدموا عليها، وامتى بالضبط، ما تنساوش، اسرع ما يمكن. برومي اريفي برومي سيرفي، مرحبا بكم. وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم على القناة. ندخلوا الموضوع، أول حاجة لو 15/31 كاين أكتوبر، أو يعني من شهر غشت إلى أكتوبر، ركريتمون كونتينيو أونسينمون، أونسينمون كاينة في فرنسا، الناس في فرنسا والمقيمين في فرنسا ممكن تسجلوا فيها، كتهمكم هادي نتوما الناس الآخرين، ركريتمون أونسينيون، الناس ديال التعليم العالي والتعليم، التعليم بلوزيوغ بيي تاهم من 15 اكتوبر غادي نجيو لهنا، كيبيك تاهم كاينين، نعاود عاوتاني في فرنسا 17/12 جوان، كاين من 14/23 جوان، التكنولوجي ديال لافورماسيون دو كومونيكاسيون هادي خاصه بالعالم فيرتوال، باش نتفاهمو غادي نجيو لهادي المهمه عندي، كاينه هادي بالنسبه لكم اللي كتهمكم نتوما من دول العالم، ها هي من 14/23 جوان، جورني كيبيك تك، لا تكنولوجي ديال لافورماسيون دو كومونيكاسيون، يعني الناس حاب لا تكنولوجي، يعني صحاب الانفورماتيك كلهم، هالجديدة هي هذه من 12/16 اكتوبر، جورني كيبيك ترونسبور روتي، كليكيو عليها غادي تعرفوا شكون كتخاطب، بلوزيوغ بي، شوفوها مزيان، هذه هي المهمة عندي بالنسبة للناس، انا حيت كنشوف ناس عندهم هاد المهن هذه من 12/16 اكتوبر، ما غاديش تستنى حتى اكتوبر، خصك تسجل في اسرع ما يمكن، جورني كيبيك ترونسبور روتي، النقل، النقل هي هذه، لو كيبيك ركريت ان فرانس اي ان بلجيك 12 و 16 اكتوبر،
événements en ligne. Participer aux Journées Québec Transport Routier 2021. هذه فيرتويال كتكون غادي تكون في فرنسا وبلجيكا وغادي تكون فيرتويال ايفينمون اون لين فيرتويال. هادشي كتخاطب الشركات كتقول لهم ني فو شيرشي ا ريكروتي دي تالون انترناسيونال اكسبيرمونتي اون ترانسبور روتي. ها هي الفرصه عندكم باش يجيو هنا ويشتغلوا في في مونريال. يعني طالون مونريال كتكلمت عليها شكون هما ريبارتيتور، يعني هما هادو ديسباتش كيفاش كنقولوا لها بالانجلي ديسباتشر. ريبارتيتور يعني بالعربيه هو منسق العمليات، سي سا منسق العمليات. ميكانيسيان دو فيكول لور اي اوتوموبيل، يعني بجوجهم كاميون اوتوبيس. كونديكتور دو كاميون ترانسبور، سائقين شاحنات. والميكانيسيان بالنسبه للناس الدول العربيه، سائقي حافلات النقل، حيت كاين النقل المدرسي عندنا هنا راه واحد الميدان كبير كيحتاجو كثيرا، وكاين النقل المسافرين، وكاين بزاف الانواع، ولكن هذا النقل ديال النقل المدرسي عندهم خصائص كبير كبير بزاف. اوبيراتور دو مترو اي اوتر ترانسبور ان كومون، تصحاب المترو هادو كيديروا لهم غادي يدير لهم جكروا هنا ترانسبور ان كوم هو النقل العام. مترو يعني المترو، هادو كتخصهم واحد كنظن اختصاصات اخرين وكيعملوا لهم شي كيفاش نقولوا دي ديبلوم ودي فورماسيون من بعد. ما نظنش غادي يجيبوا الله اعلم، ما نظنش يجيبوا واحد من على برا ويعطوه مترو ديريكتومون سيمب من بعد. كنظن انا غادي تركزوا على هاد الكونديكتور دوتوبيس غيره. شوفور ليفغور يعني الناس ديال كيوصل توصيل كيليفري يعني ليفريزون، راك فهمت واش باغي نقول. ميساجري يعني الرسائل وما غيرها، وهذه اي بيان دوتر او مهن اخرى هي هذه. دات ليفينمون دو 12 او 16 اكتوبر 2021، دات ليميت دانسكريبسيون اخر اجل باش تسجلوا 23 جوان 2021. شوفوها مزيان اهي. Employeur, business, les employeurs, ma question commission Thomas, date webinaire de l'information vendredi le 4 juin à 9h30. C'est d'ailleurs un webinaire le 4 juin, jeudi, mais ça danse. Ah ouais, bien. Yani les gens n'ont pas de les hommes. Hey, le responsable à la conseillère ou le responsable à la les talents internationaux. Hey, attraction des talents internationaux. هادي ما كنصحكمش تتصلوا بها، لان هاد الشركات وداكشي هما اللي كيتصلوا بها. نتوما غادي نعطيكم الطريقه باش تعمروا الاستماره باش الناس قبل باش نتفاهموا. راه كنشوف بعدا بعض المرات الناس كيقول لك انا راه رسلت ورسلت هنا وما جاوبونيش، اذا راه البروفيل ديالك سا مارش با، يعني ما كتلائمش المهنه ولا الشركه ما كتلائمهمش، ولا كيكون طلب كيتقدموا ناس اكثر، يعني كياخذوا واحد الاعداد اللي كيبغيو والاعداد الاخرى كيخليوها، يعني جوج الحالات ولا ثلاثه. هذا ما كيعنيش انك ما تستمرش، لا عندك الرابع، راه الناس كاين اللي على شهر، كاين اللي على 3 شهور، كاين اللي على 4 سنين، 3 سنين، سنه، كله الحظ ديالو، كله الكفاءات ديالو. وانا دائما كنامن بهذا المبدا، راه كله الكفاءه، اللغه ديالو، التجربه ديالو، بزاف الامور كتلعب دور. يعني ما جاوبوكش هذه المره تحاول من جديد، سي كومسا. كيفاش غادي تسجلوا؟ ها هي كري ان كونت، غادي تدخلوا المعلومات ديالكم دائما كيف العاده. هذه راه حكوميه لو نوم، لادريس كورييل ديالكم سيبوزون، هذا كمثال تدخلوها بس كتسجلوا، حيت من بعد انا ما نقدرش نمشي في هادشي كله. اي باب كندا مود باس كونفيرمي مود باس، كتعملوا مود باس، كديروا وي جاكسبت جو ني سوي با ان روبو كونفيرمي. ملي كتعملوا كونفيرمي كيدخلكم البلاتفورم، يعني السيستيم ديالهم غيطلب لكم السيره المهنيه، لا ليتر بريزونطاسيون، المعلومات عليك، التليفون، الاسم، داكشي يكون كما هو، وكتدير اونفوي كتدخلوا لهاد البلاتفورم ديالهم. كانت السيره المهنيه ديالك وهاد البروفيل ديالك كيلائم، غادي توصل بلقاء، يعني ب كيفاش نقولوا انفيتاسيون باش تحضر الويبينار لو 4 جوان 4 جوان مع تسعودونس. هو دات ويبينار دانفورماسيون اللي كيعطيو فيه معلومات وداكشي. ريكريتور بور تو كونيتر سور لي جورني كيبيك ترانسبور روتي، الناس اللي تكلمت عليهم انا ها هم. هاد المهن من غير رجال التعليم اللي شفتو قبل، راه نفس الاستماره هي هادي،
ما توصلتيش بالدعوة، يعني راه البروفيل ديالك سوا لون مي اكوتي يعني في البنك ديالهم، سوا ان ما كتلائمش الوظيفة. باش نكونوا صريحين، يعني خصك تبقى دائما تقدم في امور اخرى. ها هو غادي نخلي لكم الاستمارة مباشرة، ما عليكم اما تملؤوها وما ديروش اخطاء. ممكن نتمنى لكم حد سعيد، ما تنساوش دعموا القناة لايك واشتركوا بالنسبة للناس اول مرة كيشوفوا الحلقات، ومرحبا بكم، الى اللقاء.